للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الخبيرة مريم نور. سيدة مريم، هل حقا النظام الغذائي قادر على إطالة عمر الإنسان أم أن هذا الموضوع محكوم بأمور مثل الجينات وغيرها التي لا يستطيع الإنسان التحكم بها؟ أول شيء بشكركم واسمحي لي أني أحكي. تركنا الأنبياء يا أختي ولحقنا الأغبياء، من حرب إلى حرب أكبر. لجسدك عليك حق، سكرنا باب العلم، علم أبدان وأديان. أمة العرب من 1200 سنة ما عندها علم، بس هيدا هو. لكن الحروب، كل حرب في حرب أكبر. رجعوا إلى الصيام مع الأنبياء، سؤال المسيح، سؤال الحبيب. باليابان ليش بيعيشوا أكثر؟ أنا عايشة مع قبيلة اسمها الهونزا 350 سنة بيعيش. شو 125-150؟ بس العرب أمة اقرأ لا تقرأ يا بنتي، هيدا العار. لو بتشوفي اليوم اجتماع العالم اليوم سنة يعيش هذا الفضل الهونزا، يعود إلى ماذا سيدة مريم نور؟ إلى الوعي، مش إلى الطعام. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، ولا طعام على طعام. رجعوا إلى علم الإمام علي، باب المدينة. اليوم عندنا علم اسمه السلام عليكم، 11 حرف، واو 3، عليكم السلام، باب مدينة وباب. هالعلم موجود بشرق وغرب إلا أمة العرب. شوفي اليوم، شوفي بالعالم كله، ومريم نور الوحيدة كعربية مش تركي. اليوم بسورة البقرة آية 69، كل العالم عندن علم اسمه سورة البقرة، والبقرة صفرة. واليوم علم سيدنا عثمان، ليش عمل هالقد غزوات ونجح فيها؟ ليش الخلفاء أربعتهم بحرف العين؟ ليش ماتوا بال63؟ هيدا علم يا أختي مهم كتير. طعامنا غذاؤنا، وغذاؤنا طعامنا ودواؤنا، ولكن لا طعام على طعام. إن كان بالصيام المسيحية أو بالإسلام، ما منعرف شو عم ناكل، بس منحش كروش وعروش ومثل ما انك شايفة. هيدا من مال إلى مال أكثر، المرض عم بيزيد، العلاج لحوب المطبخ، منه بالمستشفيات، صرنا عم نتاجر بالناس، ما المهم عيش 30 سنة. لماذا برأيك سيدة مريم نور يتم اللجوء في هذا الشهر الكريم، مع العلم أن في الدين يعني هذا هو شهر التقشف؟ لماذا يتم اللجوء، عفوا ولو سمحتي لي، إلى هذه العادات الغذائية السيئة؟ بس اسمحيني اقول لك من قلب مجروح وبشكركم. العربي ما بيقرا، ما عنا علم، محطاتنا كلها العربيه. ليك شو بتحط المهم الواو، العالم كله عم بيحكي بعلم الواو. علم مهم كثير، واو ونون وميم. طيب فهمنا ما هي المشكله سيده مريم، ولكن لننتقل قليلا الى المعالجه. ما بنقرا، حكيني كلمه. العرب نحن قوم لا نقرا، قوم بالنا بس ببطننا كروش وعروش، وبالنا بدنا ناكل، وفكرنا الصيام هو عن الطعام. الصيام هو عن كل ما دون الله. انت عم تاكلي صايمه، ما تقطعي صله الارحام. انا بقول لها العرب من حرب الى حرب اكبر الى دمار شامل. بعدنا من وقت ادم وحواء، التاريخ عم بيزيد حاله بالاخ. انتبهوا، لجسدك عليك حق. المسيح قال خذوا كل هذا هو جسدي. سيدنا وحبيبنا النبي قال بياكل قليل من قبضه، ثلث قبضه اليد لحم ايد مره بالاسبوع. وستنا عائشه بتزيد الشعير، افتحوا علم ستنا عائشه ascendpress.org. طيب بما اننا امه لا نقرا سيده مريم، لو سمحتي لنا يعني هل لنا ان نسال، لو تعطينا وصفه لغذاء مثالي في يوم صيام، يعني في يوم صيام عند الافطار، لو تعطينا وصفه؟ تتروقي إيه؟ بتفطري على التلبينه يلي محطوطه بالطب النبوي الشريف، روكتي بطب الامام علي وطب النبوي الشريف موجوده. التلبينه هي رز او شعير، نزع القشور، خطوه الى الكبور. كلكم كلوا قمح مش مقشور، خبز كامل، شيلوا السكر من البيت، اللهم نجينا من الابيضين، شيلوا كل الملح المكرر، خلص. وبالسحور كلوا خضره، وكلوا كمان جرين، لانه عندك 20 مطحنه، عندك 4 انياب بس، عندك 8 قواطع. هذا الكتاب لحوب تمك، انت كتاب الله المبين. ولا الطبيب ولا الشيخ ولا اي انسان مسؤول عنك. استفتي قلبك ايها العربي، كل يوم رمضان، مش بس شهر رمضان، كل يوم. وكل يوم حج. وسيدنا عمر وقت اللي قال والله ما حج الا ناقتي وانا واعرابي من البصره. كثير قلبي مجروح بكل رمضان بشوف كيف منصوم شرق وغرب، علماء
أولئك المسلمين يلي هالشهر الكريم الإسلام هو الجواب، الإسلام هو الدين، لا إله إلا الله بزرت كل الديانات ولكن ما في علم. سكرنا باب العلم، بطلب من كل أخوتنا علماء المسلمين افتحوا باب العلم. بأمريكا ما صدق الجور أنه الخلفاء حقيقة، قال لي إتس ميثولوجي. رايحة على كندا هلا وقالوا لي يو ار سيف، ما في عرب ما في مسلمين، احكي عن الاسلام. ليك وين صرنا. طيب سيدة مريم، بموجب هذا النظام الذي اعطيتنا اياه، لو باختصار يعني لو اتبع من قبل الناس في رمضان وخارج رمضان، هل هذا كفيل بإطالة العمر؟ 80% من الامراض بتصح، بس الاف دي اي عم تتحكم بالعالم. 2% اليهود عم يحكموا، 98% بالرجمة بدون رحمة، لأن نحن ما بنقرا. ليك الأمراض كيف عم بتزيد، ليك المستشفيات، كان عنده عيادة صار عنده سوبر ستار وسوبر ماركت ومستشفيات ومكانات عم تفحص. سيدنا عمر كان يتطلع بالفراسة بعيونك ويعرف. كل العرب هلا يمدوا لسانهم وتشوفي قديش في اف فاموز على اللسان. أنا رح مد لساني وسامحوني، مرة عمري 75. شكرا لك سيدة مريم نور، حدثتنا من بيروت.